القرية الرياضية بفضاء الجامعة الدولية بالرباط أضحت جاهزة لاستقبال المشاركين في الدورة 12 للألعاب الأفريقية، حدث رياضي أفريقي بامتياز يستضيفه المغرب على مدى 12 يوما. هذه القرية الرياضية النموذجية تم تأهيل بنياتها التحتية وفق معايير عالمية في إطار الاستعدادات المكثفة لهذه الألعاب والتي لم تتعد 6 أشهر في تحد استطاع المغرب أن يكسب رهانه. التحدي اللي رفعه المغرب خلال 6 أشهر من أجل الإعداد لهذه الألعاب أنه نجحنا في المرحلة الأولى، جميع الشروط متوفرة لتمر الألعاب في ظروف جيدة جدا باعتراف جميع المشاركين اللي دخلوا لحد الساعة لهذا القرية الأولمبية يعترفون بأنه الجودة عالية في التحضير، نتمنى أن يتبعها خلال 15 يوم ديال المنافسات تكون جميلة أيضا والحصول على ميداليات ولما لا يعني تحطيم بعض الأرقام القياسية لأنها ستبقى في ليزانال في تاريخ المملكة المغربية. قرية الألعاب الأفريقية ستستقبل أزيد من 4000 بطل قادمون من 54 دولة أفريقية سيتبارون في 28 مسابقة أولمبية، قرية تم تهيئ مرافقها وأجنحتها لتلائم جميع أنواع الرياضات المبرمجة برسم هذه الألعاب لوضعها رهن إشارة المشاركين. هذا الحدث كان هام لكل إفريقيا وخاصة للمغرب العربي، وأنا جد سعيد وفخور جدا بهذا التنظيم الجيد وبهذا التنسيق الأخوي والهام اللي كان موجود منذ هذا 6 أشهر هذا. احتضان المغرب لمنافسات الألعاب الأفريقية يكتسي أهمية بالغة نظرا لكون هذه الألعاب مؤهلة لدورة المسابقات الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو سنة 2020، كما أن تنظيمها سيعود بمزايا جمة على الرياضة المغربية بالنظر إلى قوة البنية التحتية والتجهيزات التي تم توفيرها بهذه المناسبة والتي ستصبح بعد انتهاء الألعاب إرثا تستفيد منه الرياضات المغربية على اختلاف أنواعها.